معبد ميير بيتون، معبد حنان، معبد كرايم، معبد موسى الداري، معبد بن عزرة اللي مفتوح للسياحة لوجود قيمة دينية وأثرية. معبد شعر عشماي اللي احتفلت الجالية اليهودية بمئويته من أكتر من سنة. أما في حارة اليهود ففي ثلاث معابد: معبد حايم كابوتشي، معبد ميدارش، معبد موسى بن ميمون. ودي المنطقة اللي فاضلة من التأثير اليهودي في مصر. لسه حارة اليهود ليها الطابع الخاص بيها. على أغلب البيوت هنلاقي نجم داود على الشبابيك وعلى البيبان. صاحبة البيت معانا. تعرفيها كويس؟ طبعا. أنا سمعتك بتحبيها جدا. بحبها جدا فعلا. ليه بقى؟ كانت يعني تحب تمسح يعني. كانت ست كبيرة واتجوزت أنا ما كنتش أحكي لماما حاجة. كنت أحكي لها وهي تمسحني. ياه. والله. ما سافرتش؟ لا. ليه بقى؟ ما رضيتش تسافر. ليه؟ كانت ست كبيرة وجوزها كبير وكان سايق. ما رضيتش تسافر. هي واختها ما رضوش يسافروا، لكن اهلهم كلهم سافروا. كلهم سافروا؟ ولاد اخواتها كلهم الصغيرين هم ما كلفوش. سافروا راحوا فين؟ اسرائيل. المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي حاره خميس العسل، واللي كان ساكن فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. تعالوا نسمع حكايات عن المنطقه دي. او الشقه اللي احنا فيها دي كانت شقه عبد الناصر. طالع منها ظابط. كان في يهود ساكنين في العماره دي؟ كان في يهود فوق، والبيت كان كله مليان يهود. كان كله مليان يهود البيت. تعرفي ناس منهم يعني كانوا جيرانك حساسه بالجيره اللي انت حاساها دلوقتي؟ ايوه جيرتهم حلوه، جيرتهم كويسه قوي ويحبوا المسلمين. يحبوا المسلمين، عندهم عطف للمسلمين كويس. طب وليه تفتكري مواقف معينه بينك وبين اليهود؟ ولدت ولد، والهدية ولدت ولد، فجم تاني يوم خدوه مني للخخام بتاعهم، طهروا ابننا مع ابنهم في حارة الكنيسة هنا. اللي كانوا عايشين هنا اليهود المصريين راحوا فين؟ ما سفروهم. مين اللي سفرهم؟ عبد الناصر. ده بقى يخليهم يسيبوا الأكل على البوتاجاز ويطلعهم من الشقق فورا كده على طول. الحكومة تيجي تطلعهم، يكونوا بيعملوا أكل، يكونوا بيعملوا كده بيعملوا كده، يسيبوهم الأكل على البوتاجاز وياخدوهم ويمشوا. وبعض البيوت بتاعتهم برخص التراب. أحسن بيت هنا في الحتة كان بيتباع ب 2000 جنيه و3000 جنيه بتاع اليهود. أعظم بيتنا ده متباع ب 3000. خدوهم غدر. كانت فوق مننا شقة برضك يهود، وفوق منها برضك شقة يهود. برضك دول بمشوهم كده على طول. كان في واحد هنا عمي عنده اسمه ايه ده اللي كانوا بيكلموا فيه تسجيل، كان بيكلم اسرائيل اللي كان في تاني الدور. كان جاسوس؟ كان في واحد هنا جاسوس. تفتكر اسمه؟ خارق الحيطه، وحاطط برواز كده زي ده على خارق الحيطه وحاطط فيه اسلكي. ده بقى اللي هيج الدنيا عندنا هنا في البيت. Thank you.
رغم ان كان في يهود مصريين انخرطوا في الحركة الصهيونية وقام بعضهم بالتجسس على مصر لحساب اسرائيل، الا ان فكرة الخلط بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة عنصرية مش فكرة صحيحة، لان ده ادى ان اليهود المصريين اضطروا ان هما يخفوا دينهم عشان يتكيفوا مع المجتمع المصري. قليل جدا ما تلاقي واحدة يهودية فضلت يهودية، كلهم يهود ويا اما بقوا مسيحيين يا اما بقوا مسلمين. فعلى الورق اتكتب ان هم مسيحيين، ولادهم طلعوا اخدوا دين الاب زي الطبيعي يعني. اليهود مش بيقتنعوا بالورق، يعني لو انت اتولدت يهوديه هتموتي يهوديه. بالنسبه لهم من كتر ما هم عدوا من اضطهاد، فاللي بيتكتب في الورق بالنسبة لليهود نفسهم عارفين انه ده لايك ماسك عشان تتعاملي تعرفي تتعاملي مع العالم. اليهود في مصر تبصلهم على انهم زاينس واسرائيليين، ما بقاش دين بقى عدو. والبيت كان كله مليان يهود. سافروا راحوا فين؟ إسرائيل. ما كانش ينفع حد يهودي يقول إن هو يهودي. لم يظهر أي حساسية بين مصر وبين بين المصريين وبين اليهود، إلا عندما بدت نظر الصهيونية يظهر. فترة عبد الناصر هاجر اليهود وهاجر اليونانيين وهاجر الطلاينة. بعد 56 في مخ الناس إنه اليهودي ده is a devil. سياسة ثورة 23 يوليو كانت ضد فكرة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل من جميع دول العالم. تعلمنا من وإحنا صغيرين إن إحنا نكره اليهود، ما بقاش دين بقى عدو.